النادي الاهلي. زي ما قلت لك يا محمد، في حاله تفاؤل كبيره جدا هنا في مقر الاقامه المتواجد فيه لاعبي النادي الاهلي قبل انطلاق هذه المباراه. مش ناقص خلاص ان شاء الله غير ان يكون النادي الاهلي ان شاء الله ولاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني موفقين النهارده، وان شاء الله يقدروا يحرزوا هذه البطوله. لكن خليني متواصل معاك برضه واوريك الاجواء اللي هنا موجوده في فندق الاقامه. هنا في بعض طبعا الاهلاويه الصغار طبعا مستنيين المباراه وعايزين ان شاء الله النادي الاهلي يفرحهم النهارده. شايف المباراه النهارده ازاي وتوقعاتك ليها؟ انا متوقع ان المباراه تخلص 3-1، عبد الله السعيد هيدخل هاتريك. بقول لهم محدش يأنن بالكوره ويعتمدوا على الهجمات المرتده، عشان المصري عندهم نقطه ضعفهم الهجمات المرتده، ويركزوا هما بيلعبوا ان شاء الله، وان شاء الله نكسب. وانت رايك ايه النهارده في الماتش؟ توقعاتك ليه ايه؟ وشايف مين ممكن يتالق من لاعبي النادي الاهلي؟ يبقى 2-0 وعبد الله السعيد يدخل الجونين، وبقول للاهلي اللي هم مش يأننوا عشان ما يكسب ناخد الكاس لحاجه. وانت قول لي توقعاتك ايه النهارده؟ ان شاء الله الاهلي يكسب 2-0 واجاي، وممكن عبد الله السعيد يجيب الجول. قول لي شايف مين النهارده ممكن يكون نجم الماتش من الاهلي؟ نجم الماتش احس ان هو هيكون اجاي او عبد الله. نكسب كام ان شاء الله؟ ان شاء الله 3-1، عبد الله السعيد جولين واجاي جول. لسه مستمرين معاك يا محمد، ومعايا الان طبعا رضا احد مشجعي النادي الاهلي الكبار واللي دايما بيكون متواجد في الاستاد طبعا في اي مباراه خاصه بالنسبه للنادي الاهلي. رضا برحب بيك في البدايه، وشايف النهارده المباراه ازاي وتوقعاتك ليها؟ والله هو طبعا ان شاء الله املنا في الله سبحانه وتعالى ان احنا ان شاء الله اللعيبه تبقى فايقه النهارده ونكسب ان شاء الله، لان الماتش صعب طبعا رامي. احنا لو يعني لو يعني لو طبعا فرقه محترمه مع مدرب محترم، لكن احنا ان شاء الله داخلين اللعيبه متحمسه وداخله طبعا مركزه ان هي تحصد الكاس بعد 10 سنين طبعا، وان شاء الله ربنا بس يكون موفقنا ان شاء الله، واللعيبه تقدر تفرح جماهير النادي الاهلي استعدادا لبطوله افريقيا ان شاء الله باذن الله. رغم الصعوبات والظروف اللي بتواجهك، لكن دايما بتصر ان انت تكون متواجد في ماتشات النادي الاهلي. قول لي يعني طبعا حاجه جميله جدا منك، واكيد لاعبي النادي الاهلي بيشوفوك بيبقى بالنسبه لهم حافز اكتر كمان ان هم يكسبوا. والله ده شيء سعدنا، ده النادي الاهلي ده الكيان اللي احنا بنحبه من صغرنا طبعا، وده شرف لينا ان احنا نجوا النادي، لان النادي الحاجه الوحيده اللي بتدخل البسمه على جماهير مصر حاليا. فنتمنى ان شاء الله نبقى يعني نبقى ساند اساسي للفرقه ان شاء الله، وده حاجه بتسعدنا يا استاذ امير ان احنا نبقى النادي في كل مكان. دي حاجه بنفتخر بيها، النادي الاهلي الكيان اللي دايما بيدخل البهجه علينا ودي احسن حاجه بتحصل لنا، اللي فرحه الفوز الاهلي دايما يا رب. النتيجه كام النهارده؟ والله ان شاء الله طبعا اتوقع ان شاء الله يا اما 2-0 يا 2-1 او 3-1 ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله والاهلي يفرحنا ايا كان يعني ان شاء الله بالتوفيق. شكرا شكرا. لسه مستمرين معاك يا محمد، وايضا بعض المتواجدين هنا من طبعا جماهير النادي الاهلي، معايا ايضا احد الجماهير. المباراه النهارده توقعاتك ليها ايه؟ شايفها ازاي؟ مين ممكن يتالق من لاعبي النادي الاهلي؟ متفائل ولا لا؟ لا متفائل جدا ان شاء الله باذن الله، باذن الله نكسب ان شاء الله باذن الله، يعني على الاقل 2-0 باذن الله. شايف مين ممكن يعني يتالق من لعيبه النادي الاهلي النهارده او يكون عنصر بارز خلال المباراه؟ وليد سليمان، اجاي، احمد فتحي. متهيألي هنلعب بنفس التشكيل اللي لعبنا فيه الماتش اللي فات، وان شاء الله باذن الله مكسب كبير ان شاء الله، خصوصا لو ربنا سهل وجبنا جون بدري اعتقد النتيجه هتفتح ان شاء الله باذن الله. ايضا عايز اخد رايك النهارده، شايف المباراه ممكن تكون ازاي وتوقعاتك للنتيجه ايه؟ هو ان شاء الله باذن الله ربنا يوفق الفريق الاصلح، بس ان شاء الله باذن الله بما اني مشجع اهلاوي فالنهارده هو ان شاء الله الاهلي هيكسب، وباذن الله باذن الله كابتن صالح جمعه اللي هو حبيبنا كله هو يحط جون النهارده، وكابتن حسام غالي ودعنا باحلى بطوله ويرفعها النهارده، وكابتن عماد بتاعك ان شاء الله باذن الله. مين ممكن يبقى نجم الماتش النهارده؟ اعتقد ان شاء الله باذن الله هيبقى وليد سليمان وكابتن حسام غالي لو لاعب اساسي ان شاء الله. لسه مكملين وبحاول انقل لك كل الاجواء اللي هنا متواجده في مقر الاقامه يا محمد قبل مباراه مهمه زي مباراه الاهلي والمصري، وان شاء الله النادي الاهلي يقدر يفوز فيها. المباراه النهارده توقعاتك ليها ايه؟ ان شاء الله 3-0 ان شاء الله باذن الله. مين ممكن يحرز الاهداف من وجهه نظرك؟ اي حد منهم هيجيب جون بالنسبه لي، هم كلهم واحد وكلهم لعيبه متفوقين، نتمنى بس ان هم يتنهم كده مستمرين في النجاح فور ايفر. شكرا. خليني اقول لك ان كل الناس دي متواجده هنا ان شاء الله عشان المباراه، يعني هم متواجدين عشان يحفزوا لاعبي النادي الاهلي، متواجدين عايزين طبعا يلتقطوا الصور التذكاريه مع لاعبي النادي الاهلي، لكن ان شاء الله كلهم متفائلين بالفوز النهارده. متفائل ولا لا؟ اه طبعا متفائل ان شاء الله الاهلي يكسب النهارده ويشرفنا، بقى له فتره كبيره الكاس غايب عننا ان شاء الله. اعطيك النتيجه ممكن تبقى كده؟
ان شاء الله 10-0 باذن الله. 10-0 يا ريت، نتمنى طبعا تبقى 10-0، لكن لا توقعاتك الحقيقيه للنتيجه؟ 2-0 ان شاء الله. اوكي ميرسي. اوكي ميرسي. طبعا دي كانت بعض اراء الجماهير وبعض اراء الحضور المتواجدين في فندق الاقامه هنا بمقر اقامه النادي الاهلي في اسكندريه، وقبل ساعات قليله من انطلاق مباراه الاهلي والمصري في نهائي بطوله كاس مصر. ان شاء الله مش ناقص غير التوفيق للجهاز الفني واللاعبين، ان شاء الله النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي رجاله وهيسعدوا كل جمهور النادي الاهلي النهارده من خلال الفوز على فريق المصري ومن ثم تحقيق هذه البطوله الغائبه بطوله كاس مصر. عوده لك يا محمد. شكرا ليك زميلنا أمير هشام من مقر فندق النادي الأهلي.